بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نحمدك اللهم ونشكرك على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيجاد وعلى نعمة الإمداد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وعظيمنا وفخيمنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سادة مشاهدو قناة الشروق في هذا البلد الحبيب وفي خارجه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا لطيف وحبيبه لطيف وشرعه لطيف، فكان حتما أن تأتي اللطائف. نحييكم في برنامج لطائف، وهو برنامج يختص بتقديم الدعوة الإسلامية بمعان سامية تصحبها اللطائف، فمرحبا بكم. وأول ما ندلف به في هذه الحلقات المباركة أن نتحدث عن ركن ركين وأمر مكين، به التمكين وبه التفقه في أمور الدين، ألا وهو محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توقيره والأدب معه. فكل محبة لا تصاحبها الآداب أو يصاحبها التوقير والتعظيم فهي محبة معلولة. نحن مأمورون شرعا بتوقير هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لقول المولى عز وجل في محكم تنزيله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وفي قراءة: وتعززوه وتوقروه. تعزروه أي تعظموه، وتوقروه أي تبجلوه وتحترموه. وهذا نص شرعي واضح ومعلوم في علم الأصول، لا اجتهاد مع نص، إشارة واضحة وإشارة لطيفة من المولى عز وجل بأن نعظم هذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه. دلالة واضحة لا تحتاج منا إلى اجتهاد، أمر بالتعظيم. ولكن المشكلة ليست في النصوص، ولكن العبرة وكل العبرة في فهم النصوص. فهنالك من يخلط ما بين التعظيم والعبادة، يحسب أن التعظيم هو عبادة مع أن الأمر فيه اختلاف وتمايز. هنالك اختلاف وتمايز وتباين ما بين التعظيم وما بين العبادة. إذا عظمنا شيء لا يعني أننا نعبد ذلك الشيء. نحن مأمورون شرعا بتعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نحن مأمورون شرعا بتعظيم البيت، وبتعظيم الصفا والمروة، وبتعظيم زمزم. إن كنا نحن مأمورون شرعا بتعظيم تلك الشعائر فمن باب أولى أن نعظم حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أولى بالتبجيل والتوقير والتعظيم. لأنه لولا سيدنا رسول الله ما عرفنا تلك الشعائر، بل لولا سيدنا رسول الله ما عرفنا رب تلك الشعائر. ولذلك ساداتنا الصحابة هم أعلى فقها وأعلى معرفة وأعلى دراية بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والتأدب معه. يعلمنا سيدنا أبو بكر الصديق أعظم الصحابة قدرا وأسماهم وأعلاهم في محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمنا كل المحبة، يعلمنا كل التوقير، يعلمنا كل التعظيم، يعلمنا كل التبجيل. في ذات مرة أذن لصلاة العصر، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر، أذن لصلاة العصر، فأتى رجل لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن بنو فلان وبنو فلان يتقاذفون بالحجارة ويكادون أن يقتتلوا،
فذهب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا للصلح بين المتقاتلين. وده هنا بدينا فقه، الصلاة شعيرة وركن ركين، ولكن إذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة في وقتها لاختتل الناس ولا ماتت أعداد كبيرة منهم وفنت، ولكن سيدنا رسول الله تعجل للصلح، قدم الصلح على الصلاة في وقتها، لأن الصلاة وقت ضروري ووقت اختياري. هذا فقه وتعليم وتشريع، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع وهو المعلم صلوات ربي وسلامه على. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للصلح بين الفئتين. هنا ماذا حدث في المسجد النبوي؟ فاصل لنعود وصلا بالكثير وبكثير من اللطائف. عدنا والعود أحمد. ذكرنا أن هنالك رجل أتى لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أذن لصلاة العصر، وأخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هنالك قوم يتقاتلون ويتقاذفون بالحجارة، فأسرع سيدنا رسول الله للصلح، قدم الصلح على بداية وقت الصلاة. هنا ماذا حدث في المسجد النبوي الشريف؟ ساداتنا الصحابة عليهم الرضوان قدموا سيدنا أبو بكر الصديق لأمه. في تلك الأثناء سيدنا رسول الله وصل إلى من تقاتلوا وقال: الله الله، وأنا بين ظهرانيكم تفعلون هذا؟ فندم القوم وتعانقوا وصافح بعضهم البعض وعادوا إلى رباط الود والمحبة بينهم، فأتوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متحابين بعد أن كادوا يقتتلون. أتوا إلى المسجد النبوي، وهنا سيدنا أبو بكر الصديق يقف إماما بساداتنا الصحابة عليهم الرضوان أجمعين. وهنا حينما رأى الصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم صفحوا، أي صفقوا، لينبهوا سيدنا أبو بكر الصديق أن سيدنا رسول الله قادم. وحينما رأى سيدنا أبو بكر الصديق حضرة سيدنا الحبيب الفخيم صلوات ربي وسلامه على، أراد أن يتقهقر إلى الصف الأول ليكون مأموما، ولكن سيدنا النبي بلطفه وبأدبه أشار لسيدنا أبو بكر الصديق أن يواصل في الصلاة، ولكن سيدنا أبو بكر الصديق ازداد تقهقرا للخلف حتى رجع في الصف الأول. هنا عندنا موقف لابد أن نقف عليه بتدبر وبلطافة، برنامجنا لطائف، لابد أن نتوقف بلطف في هذا الموضع. هنا سيدنا النبي أمر بإشارة لسيدنا أبو بكر الصديق أن يواصل، وهنا ازداد سيدنا أبو بكر الصديق تراجعا، ليس في الأمر هنا مخالفة البتة، لأنه حاشا لسيدنا أبو بكر الصديق تربية سيدنا النبي أن يخالف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا موقف الأدب. سيدنا أبو بكر الصديق بفقه وبفهمه العالي قدم الأدب على الاتباع، ده فهم عالي وراقي، تقديم الأدب على الاتباع، لأنه في مواضع لابد أن نقدم الأدب على الاتباع، ودي لطيفة نتوقف عندها. أمر سيدنا رسول الله، ولكن فقه سيدنا أبو بكر الصديق أن الأمر ليس حتمي، أي يجب طاعته، ولكن سيدنا أبو بكر الصديق رأى أن سيدنا رسول الله هو الأولى بالإمام، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لابد أن يكون مكان سيدنا أبو بكر الصديق في الخلف والأمام هو حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى سيدنا رسول الله وأكمل الصلاة إماما، وحينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم بأدب الجم العظيم قال: يا أبا بكر، ألم أشر إليك بأن تكمل الصلاة؟ رد سيدنا أبو بكر الصديق أدبا وعرفانا وفهما وفقها عالي، وكما ذكرنا ليست العبرة في النصوص ولكن في فهم النصوص. هنا سيدنا أبو بكر الصديق رأى تقديم الأدب على الاتباع، قال لسيدنا رسول الله: ما كان لله أن ينظر لابن أبي قحافة يتقدم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق هنا ما أراد، إن المولى عز وجل إذا نظر إلى المصلين أن يرى سيدنا أبو بكر الصديق يتقدم على سيدنا رسول الله، ولكن الأولى أن يتقدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا تقديم الأدب على الاتباع. وهنالك موقف ثاني لابد أن نقف عنده، موقف سيدنا عثمان بن
عفان رضي الله عنه وأرضاه في صلح الحديبية. هناك كفار قريش منعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى مكة وفق شروط صلح الحديبية، ولكن سيدنا عثمان في ذلك الوقت كان في مكة المكرمة وسمح له بالطواف، والطواف واجب عند الدخول إلى بيت الله الحرام، الطواف واجب، طواف القدوم. ولكن سيدنا عثمان بن عفان رفض أن يطوف. حينما سئل لما لم تطوف قال سيدنا عثمان: ما كان لابن عفان أن يطوف قبل حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه هنا الاتباع هو تقديم الطواف، طواف القدوم واجب، ولكن الأوجب منه هو تقديم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن ده هنا في فهم للنصوص، فقه عالي، تقديم الأدب مع سيدنا رسول الله على الاتباع. وموقف آخر، نحن زي ما ذكرنا إنه نحن نتعلم الأدب ونتعلم المحبة ونتعلم التوقير من ساداتنا الصحابة، نتوارثه كابرا عن كابر إلى زماننا هذا. نجي إلى صحيح البخاري ومسلم وموقف سامي وموقف رفيع من سيدنا علي كرم الله وجهه في ذات الموقف، موقف صلح الحديبية. في صلح الحديبية جرت اتفاقية بين سيدنا رسول الله وبين مشركي قريش. هنا في المعاهدة قال: هذا من محمد رسول الله وما بين أهل قريش. هنا كفار قريش وقفوا سيدنا النبي، قال ليه تمحى رسول الله؟ يعني احنا لو اعترفنا بك أنت رسول الله ما وقفنا معك هذا الموقف، امحوا رسول الله. فهنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي: امحوا كلمة رسول الله. ده هنا أمر من سيدنا النبي، امحوا رسول الله. هنا سيدنا علي حلف قال: والله لا امحو رسول الله ابدا. هنا ما بنقول في مخالفه من سيدنا علي لامر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في نص امحوها يا علي، وسيدنا علي جاء قال: والله لا امحوها. هنا ما فيش مخالفه، ولكن هنا تقديم الادب على الاتباع، لانه كلمه رسول الله كلمه عاليه ما بيمحاها سيدنا علي. ولذلك هنا في فهم خاص وفقه عالي للنص. أنا زي ما قلت المشكلة ليست في النص ولكن في فهم النص. هنا سيدنا علي بفهمه العالي فهم إنه أمر النبي هنا ما أمر ملزم، أمر فوقه سعة، وهو سعة الأدب، إنه رسول الله دحق سيدنا النبي، يجب أن يوفى ويجب أن يؤتى به. ولذلك هنا سيدنا علي رفض. هنا دي فوقه عزة لسيدنا النبي. ده نحن الدائرين في هذا الزمن، إنه الناس ما تتشدد في النصوص، والناس ينظروا للنصوص بظاهرة، لأنه هي علة، دائما علة ومشكلة العلم ومعضلة العلم في الفهم. نعم الله قال، نعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، دي ليس فيها اختلاف، ولكن الاختلاف في فهم النص. يبقى هنا سيدنا علي دانا فهم عالي، امحها يا علي. سيدنا علي قال: والله لا امحها يا رسول الله، لانه ده حق النبي، وحق النبي لا يمحى، يجب ان يثبت. اذا ده هنا فهم عالي جدا جدا في النصوص، ودي اللطائف الان احنا، ودي الرساله اللي بيقوم بها هذا البرنامج. هنا سيدنا علي قال: والله لا امحها ابدا، ادبا مع سيدنا رسول الله. فهنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، والتبسم دلاله على الرضا، يعني النبي هنا يعني عرف انه رسالته وصلت، انه الصحابه يصلوا لمرقى عالي في الفهم والفقه. هنا سيدنا النبي تبسم وقال: يا علي خذ بأصبعي، يعني هنا لأنه سيدنا علي أقسم قال: والله لا أمحى بأصبعي، أنا ما بمحى، لكن يا رسول إنت كان دير تمحاها، أنت صاحب هذا الشأن، إنت اللي بتمحى وإنت اللي بتسبي. فقال: يا علي خذ بأصبعي وضعها على كلمة رسول الله فأمحها. فسيدنا يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم مد أصبعه ومحى هذه الكلمة. إذن هذا لطيفة، ربنا لطيف وحبيبه لطيف وشرعه لطيف، وحتما أن تأتينا اللطائف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.